لا شك أن المأساة التي خلفها زلزال المغرب كبيرة، لكن الشدائد تظهر معادن الناس وقد تخرج أفضل ما فيهم. مواقع التواصل تداولت قصص تضامن المغاربة من شمال إلى جنوب البلاد، إذ تهافت المواطنون كخلايا النحل للمساعدة في تحميل البضائع على ناقلات لإيصالها للمنكوبين. الصغير والكبير، نساء ورجال، قدموا ما استطاعوا حتى لو كان بسيطا، في مشاهد تظهر صورا مختلفة لتلحم المغاربة إثر الكارثة التي عصفت بالبلاد. هذه السيدة تبرعت بخاتمها الذهبي وهو كل ما تملكه من أجل المتضررين. أما هذه المسنة فحملت قنينة الزيت الثقيلة رغم تعثرها بالمشي لإيصالها إلى مركز للتبرعات. الله يعاونكم في اللي كديروه.